السلام عليكم. يلتقي المنتخبان المصري والسنغالي اليوم الأحد على استاد أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية يواندي في مباراة واعدة بنهائي كأس أمم إفريقيا، ويتطلع النجم محمد صلاح لقيادة منتخب مصر للتتويج بلقبهم الثامن قاريا وبلوغ رقم قياسي غير مسبوق، في حين يسعى النجم الآخر ساديو ماني قيادة السنغال لكتابة التاريخ من خلال الإطاحة بالفراعنة وحصد أول لقب قاري لهم. كما يميز هذا النهائي التعادل في عدد الانتصارات المحققة في الأربع مواجهات والتي جمعت مصر والسنغال، حيث فاز كل منتخب بمبارتين. وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون الجمهور الرياضي على موعد أمسية اليوم انطلاقا من الساعة 8 مع الإثارة والفرجة، ويمكن للجميع مشاهدة المباراة مجانا وبجودة عالية على الرابط المثبت أسفل الفيديو في صندوق الوصف.